معمل سمنت البادوش الجديد أحد معامل معاونية السمنت الشمالية التابعة للشركة العامة للسمنت العراقية. يتكون المعمل من خطين إنتاجيين، طاقة الخط الواحد 1500 طن في اليوم، أي بطاقة إجمالية قدرها 3000 طن في اليوم من مادة الكلينكر التي تعتبر المادة الرئيسية لصناعة السمنت. أنشئ المعمل بواسطة شركة بوليسيوس الألمانية في عام 1978، ويعمل بالطريقة الجافة حيث تتم مناقلة المواد الأولية بشكل مسحوق عبر التيارات الهوائية بشكل جاف، ويتم استخدام مادة كربونات الكالسيوم الموجودة بصورة طبيعية في المقالع القريبة من المعمل كمادة أساسية لصناعة السمنت، إضافة إلى الطين الذي يحوي مادة السيليكا المطلوبة في تكوين الكلينكر. تبدأ العملية الإنتاجية بنقل مادة كربونات الكالسيوم من المقلع عبر الآليات المقلعية إلى قسم كسارة المواد الأولية، حيث يتم رميها في مصب الكسارة لتنقل عبر الناقل الحديدي إلى الكسارة. يوجد تحت الناقل الحديدي ناقل التنظيف الذي يجمع ما قد يسقط من الناقل الحديدي قطع صغيرة ليعيدها إلى الكسارة. يتم تكسير المواد الأولية إلى قطع صغيرة تسقط عبر مصفاة الأمشاط التي تسمح بمرور القطع ذات الأحجام التي تتطابق مع فتحات طولية قياسها 30 ملم إلى ناقل مطاطي سفلي ليتم نقلها إلى مخازن المواد الأولية. تحتوي مخازن المواد الأولية على منظومة تقوم بتوزيع المواد الأولية بشكل قطري عبر ناقل ستيكر، ثم تقوم منظومة أخرى وهي منظومة الآرو بكشط المقطع العرضي للقطاع الدائري من المواد الأولية لإنزال المواد بشكل مقطعي، ما يضمن تجانسا وخلطا أكثر للمواد الأولية التي تتكون من كربونات الكالسيوم والطين. بعد ذلك يتم نقل المواد الساقطة إلى الأسفل عبر ناقل السكريبر الذي يجمع المواد ويلقيها إلى مصب مركزي يحوي في نهايته ناقلا مطاطيا ينقل المواد الأولية إلى بناكر مزج المواد الأولية التي تعتبر المرحلة الثانية من المزج ما قبل الدخول إلى طاحونة المواد الأولية. تنقل المواد بعد ذلك إلى طاحونة المواد الأولية. تدخل الغازات الساخنة القادمة من الفرن إلى قسم طواحين المواد وتمر عبر برج التبريد لخفض حرارتها عبر رذاذ من الماء، وتدخل طاحونة المواد بعد إضافة المواد الأولية عبر ناقل مطاطي يتم تجفيفها في غرفة التجفيف، ثم تدخل غرفة التكسير والطحن لتطحن، ثم تخرج مع الغازات إلى الفواصل الاستاتيكية يتم فرز الحبيبات الناعمة تسمى الآن جاهزة عن الخشنة التي ترجع إلى الطاحونة لتطحن من جديد. وتصعد المواد الجاهزة إلى المرسبات الكهربائية، حيث تقوم المرسبات بتعيين المواد الجاهزة بشحنة تجعلها تلتصق بألواح الترسيب، ويخرج الهواء نقيا بأقل نسبة من التلوث إلى الجو، وتقوم مطارق بطرق ألواح الترسيب لإنزال المواد الجاهزة إلى نواقل حلزونية ثم إلى سيلوات المواد الجاهزة وسيلوات المزج ثم الأفران. يتم
طحن المواد الأولية عن طريق الطاحونة التي تعمل بنظام الطحن بالكرات الفولاذية، حيث تدور الطاحونة أفقيا مع الكرات والمواد الأولية بداخلها، مما يسبب تصادم الكرات مع المواد الأولية، وبالتالي يتم تكسير وطحن المواد. تعمل الطاحونة بنظام تدوير مفرد، حيث يتم تشغيلها بمحرك كهربائي بقدرة عالية بقيمة 2000 كيلو واط، وتنقل الحركة عبر صندوق دروس ثم عمود تدوير إلى مجموعة مسننات الطاحونة، وتتكون طاحونة المواد من غرفتين، الأولى خالية من الكرات الفولاذية وهي لتجفيف المواد من الرطوبة، والثانية تنقسم إلى منطقتين، الأولى للتكسير والثانية للطحن. يتم نقل المواد الجاهزة من سائلوات المزج والخزن إلى الأفران عبر منظومة الناقل الهوائي Airpool لتدخل نظام تبادل حراري يسمى Gipol، وهو عبارة عن قطاعات عمودية تسمح للمواد بالنزول باتجاه معاكس للغازات الساخنة الصاعدة من الفرن، لتتم عملية التبادل الحراري عبر دوامات دائرية. تنزل المواد الساخنة الآن إلى الفرن لتبدأ عملية تصنيع مادة الكلينكر. تجري عدة تفاعلات كيميائية داخل الفرن بين مكونات المواد الأولية تحت تأثير الحرارة العالية القادمة من الشعلة النارية في نهاية الفرن، لتتكون مادة الكلينكر بدرجة حرارة تصل إلى 1450 درجة مئوية. تتقدم المواد في الفرن إلى الشعلة تحت تأثير دوران وميل الفرن بدرجة 3% من طوله. المبرد كولر الذي يعمل بدفع الهواء من مراوح إلى الكلينكر الساخن عبر شبكات مكونة من طابق حديدي مثقب. وتعتمد جودة الكلينكر على سرعة التبريد، حيث أن التبريد السريع يزيد من جودة الكلينكر. المنتج ينقل الكلينكر أثناء تبريده عبر حركة ترددية ثابتة ومتحركة تحت الطابوق الحديدي المثقب إلى كسارة مطرقية في نهاية المبرد لتكسير الكتل الكبيرة التي قد تتكون. يتم نقل الكلينكر إلى ساحات التخزين عبر ناقل معدني دلوي. بعد ذلك تقوم آليات بنقل الكلينكر إلى طواحين السمنت، حيث يتم تكديسه في منطقة مصب النواقل المطاطية التي تنقل الكلينكر إضافة إلى مادة الجبس من قسم المقالع، لتخلط بنسبة 4% من الكلينكر أثناء عملية الطحن، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير عملية التصلب السمنت أثناء خلطه بالماء للسماح للعمل به وقت أطول.
يتم طحن الكلينكر والجبس بنفس طريقة العمل بطواحين المواد، ولكن طاحونة السمنت أطول من طاحونة المواد، حيث تعمل طاحونة السمنت بمنظومة تدوير مزدوجة، لأن طحن الكلينكر الأكثر صلابة يتطلب قدرة أعلى. يتم بعد ذلك نقل الكلينكر والجبس المطحون والذي يسمى الآن السمنت عبر ناقل هوائي ثم ناقل معدني دلوي إلى منظومة الفاصل الديناميكي الذي يقوم بفصل السمنت الخشن عن السمنت الناعم وإرجاع السمنت الخشن إلى الطاحونة ونقل الجاهز إلى سيلوات خزن السمنت. السمنت الجاهز هو الكرات الزرقاء والخشن هو الكرات الحمراء في هذا المشهد. ينقل الهواء الخارج من الطاحونة من دقائق السمنت العالقة به عبر مرسب كهربائي بنفس الطريقة في طاحونة المواد، ولكن طاحونة السمنت تحتوي على منظومة ترسيب واحدة على عكس طاحونة المواد التي تحتوي على منظومتي ترسيب، لأن نقل المواد يتم كليا عن طريق الغازات. يتكون قسم التعبئة من منفذين رئيسيين لتجهيز السمنت. الأول هو منفذ السمنت المجهز إلى الناقلات السمنت ما يسمى سمنت الفل، والثاني عبر مكائن تعبئة تعبئ السمنت بأكياس زنة الكيس الواحد 50 كيلوغرام. يتم نقل السمنت من قسم طواحين السمنت إلى قسم التعبئة عبر ناقل هوائي ثم إلى سيلوات خزن السمنت ومن ثم إلى منظومة الهزاز عبر ناقل معدني دلوي لفصل ما قد يحتويه السمنت من أجزاء غريبة وشوائب ومن ثم المكيس ومن ثم إلى الأسواق.